والملح. خلي بالك دلوقتي مش فوق الزملاء، ادي الثوم والملح والفلفل. ايه كمان هتحط عليها فلفل اسود؟ ما هو ملح وفلفل اسود او فلفل ابيض لو في ما فيش بقى فلفل. طيب اسود ماشي، ما عندناش مشكله في فلفل اي حاجه اسود. فيهم في فلفل يعني. اسود بس انا مش مع الفلفل الاسود على الزبادي علشان اللون. ايوه عشان اللون. ممكن ما مش كده بقول لك بالليمون فلفل. لا ما بتحطش فلفل ابيض حتى؟ نحط فلفل ابيض وليمون. مدرسه مدرسه. طيب اهو ماشي. لا اوكي اتفضلي معايا كمان. ايوه احلى سلطه زبادي بالخيار من الاستاذه الهام النهارده، بنت الشرقيه الاصل والنقب شرقاوي. الكرم كله معايا النهارده. ده حقيقي، انا من الشرقيه يعني، والدي ووالدتي من الشرقيه اصلا، من ابو كبير ونمر اصلا من ابو كبير، فانت كويس نطقتي اسمي صح كمان يعني، لانه ما بيتنطقش كتير صح. بذاكر فيه يا فندم والله. وانت عارف الشرقوه، الشرقوه كرم معروفين بالكرم الحقيقه، يعني اعز اصدقائي وحبايبي من الشرقيه. بس انت كمان فيك عرق شرقاوي. فيا عرق شرقاوي. نعمين ست الكل. حاضر يعني، بس نحط التوابل دي كده. شفت التوابل العربيه دي ست الكل؟ استاذه الهام. ايوه تحط اللورا، الورق اللورا واللومي والقرفه الخشب والحبهان وايه بقى والقرنفل. القرنفل ده مهم جدا في الكبسه. انا بزود عليه بقى ينسون، نجمه ينسون اللي نجمة هي ينسون. خد التركايه دي بقى. التركايه دي مننا اهي، بس كده زي ما دي كده اهي، زي ما هي كده. شوف تكسر الليمون الليمون دي بس قلب كده، خدتها في مكان تاني. الحموضه والمزازه بتاعت الليمون الناشف ده بياخد الكبسه مدرسه تانية. هنسيب الفراخ تستوي هنا بالشكل ده كده، وسلطه الزبادي من ايد الاستاذه الهام نمر النهارده، ضيفتي وضيفه حضراتكم النهارده في برنامج اكلة امي. حضرتك بقى دلوقتي يعني طبعا يعني عشان برضو بعيد عن النار وانت ضيفتي، عايزين نعمل سلطه الزبادي بالخيار. انا عليا الخيار طبعا جاهز والزبادي جاهز، وتبليها على ذوقك انت. هي تتبيلتها يعني بتهيألي بسيطة كلاسيكية قوي. الثوم، أنا عايز تتبيلة الأستاذة الهام. ثوم عادي. المقادير على زي كأنك أنت هتاكليها على الفطار. أوكي. سلطة زبادي بالخيار. دي ده الزبادي. الزبادي. وشوفي حضرتك عايز إيه، تحط عليها وأنا أجيبها. عايزة الثوم وملح وفلفل. الثوم والملح. خلي بالك دلوقتي مش فوق الزملاء. أدي الثوم والملح والفلفل. إيه كمان؟ هتحط عليها فلفل أسود؟ ما هو ملح وفلفل أسود أو فلفل أبيض لو في ما فيش بقى فلفل. طيب اسود. ماشي ما عندناش مشكله في فلفل اي حاجه اسود. فيهم في يعني. فلفل اسود بس انا مش مع الفلفل الاسود على الزبادي علشان اللون. ايوه عشان اللون. ممكن ما مش كده بقول لك بالليمون فلفل. لا ما بتحطش فلفل ابيض حتى؟ نحط فلفل ابيض وليمون. مدرسه مدرسه. طيب اهو ماشي. لا اوكي اتفضلي معايا كمان. ايوه احلى سلطه زبادي بالخيار من الاستاذه الهام النهارده، بنت الشرقيه الاصل والنقب شرقاوي. الكرم كله معايا النهارده. ده حقيقي، انا من الشرقيه يعني، والدي ووالدتي من الشرقيه اصلا، من ابو كبير ونمر اصلا من ابو كبير، فانت كويس نطقتي اسمي صح كمان يعني، لانه ما بيتنطقش كتير صح. بذاكر فيه يا فندم والله. وانت عارف الشرقوه، الشرقوه كرم معروفين بالكرم الحقيقه، يعني اعز اصدقائي وحبايبي من الشرقيه. بس انت كمان فيك عرق شرقاوي. فيا عرق شرقاوي. نعمين ست الكل. حاضر يعني، بس نحط التوابل دي كده. شفت التوابل العربيه دي ست الكل؟ استاذه الهام. ايوه تحط اللورا، الورق اللورا واللومي والقرفه الخشب والحبهان وايه بقى والقرنفل. القرنفل ده مهم جدا في الكبسه. انا بزود عليه بقى ينسون، نجمه ينسون اللي هي نجمه ينسون. خد التركايه دي بقى. التركايه دي مننا اهي، بس كده زي ما دي كده اهي، زي ما هي كده. شوف تكسر الليمون. الليمون دي بس قلب كده، خدتها في مكان تاني. الحموضه والمزازه بتاعت الليمون الناشف ده بياخد الكبسه مدرسه تانية. هنسيب الفراخ تستوي هنا بالشكل ده كده، وسلطه الزبادي من ايد الاستاذه الهام نمر النهارده، ضيفتي وضيفه حضراتكم النهارده في برنامج اكلة امي.